طيب هي الديسلكسيا بشكل عام هي راح نحكي تعريفها الآن، هي بتكون more symptoms than a diagnosis or a disease but accompany many diseases of the GIT gastrointestinal tract or alimentary tract. تمام، أمثلة عليها النون أنسر ديسبيبسيا اللي هي الاندايجيشن راح نحكي عنها، وهي الموست لايكلي بتكون الريفلكس تايب اللي هو الجاستروسيديجال ريفلكس ديسيز، جاسترايتس، انفلاميشن اوف ذا ستومك، ديدينال ألسر، جاستريك ألسر، وسم تايمز بيكون في عنا ريرلي اللي هم الكانسرز. تمام، شو يعني ديسبيبسيا؟ طبعا هي ديوس معناها bad or difficult، بيبسيا from بيبتن to digest فمعناها indigestion، فإجمالا ديسبيبسيا المريض بيجي ريفيرد انه في عنده مشكلة في الهضم. الديسبيبسيا بشكل عام refers to upper abdominal symptoms usually following intake of food، يعني له علاقة بشكل مباشر مع تناول الطعام، which appear to arise from abnormality in the upper gastrointestinal tract. طبعا هي ممكن تكون كمان في lower gastrointestinal tract، لكن generally speaking بتكون بال upper gastrointestinal tract. تمام؟ طيب مهم نحكي إنه إذا a symptom is not a diagnosis, is not a disease by itself. It's a symptom accompanying disease which can last for decades. يعني معظم مرضى الديسبيبسيا بيظل على الأغلب يشكو من هذه يعني المشكلة، إلا إذا طبعا إحنا قدرنا نعالج الكوز وحسننا اللايف ستايل بشكل عام، لكن هي كان last for decades في بعض الحالات lifetime. طبعا remission relapses are common في الديسبيبسيا، وإحنا مقدر نحكي إنه it's one of the commonest gastrointestinal problem affecting at least 25 يعني quarter of the population during a year. ف very common. وطبعا كان البريفالنس in different countries can affected by the prevalence of H. pylori, Helicobacter pylori infection, and it can be a cause ulceration. And other factor, obesity can exacerbate or worsen dyspepsia, drugs, tobacco intake, caffeine, alcohol intake, or spicy food بشكل عام. لأن السبايسي فود كان exacerbate regurgitation اللي هو gastroesophageal reflux disease، فبصير في عنا pressure of gas، فهذا بيعمل عنا الاير بريشر بيعمل عنا بين ديورينج يعني بيعمل عنا بين وبيعمل عنا اللي هو الابدومينال سيمتومز الابر ابدومينال سيمتومز اللي هي ديسبيبسيا. طيب يعني عشان نعمل سمري شو الديسبيبسيا؟ A group of symptoms rather than a specific condition. تمام، it's a pain or discomfort in the upper abdomen including upper abdominal fullness, early satiety اللي هي يعني بصير فيها انه المريض بصير يشعر في الشبع بسرعة بسبب ديسبيبسيا بسبب هذه الأعراض. بلتشنج اللي هو يعني بصير عنده تجشؤ، جاز ريفلكس بشكل عام، بلوتينج انتفاخ، وان سيفير كيسز بيكون في عندنا نوزيا وفوميتنج بشكل عام. طبعا most people feel البين اللي هي الاسوشيتد بالديسبيبسيا اند ديسكومفورت ان ذا ستومك اور ذا تشست، وهون مهم نعرف انه البين ممكن يكون في الجست، ولازم نتاكد انه هذا البين مش كلاسيكال للكاردي فاسكولار ديزيز علشان نتاكد انه لا سمح الله المريض ما عنده هارت اتاك، راح نحكي عنها ان شاء الله. هذا طبعا زي ما حكينا السنسيشن او السيمتومز جنرالي اوكير سون افتر كونسيومينج فود اور درينك بشكل عام. بتخلي الشخص بيجي بيشكي والله انا feeling fullness عندي او uncomfortable during a meal. في بعض الحالات انه المريض حتى ما بيكون ماخذ وجبه كبيره، لانه زي ما حكينا بيكون في عنده early satiety بشكل عام، في عنده شبع، يعني مش بالضروره دائما large amount of food. هي one of the causes انه يكون في عندي heavy meal، بس بعض المرضى even with يعني moderate meal بصير في عندهم dyspepsia. طبعا مين at risk of dyspepsia؟ people of all ages and both gender are affected by dyspepsia or indigestion، وهو common. اجمالا الدسبيبسيا بيقل مع العمر، ولكن ننتبه انه يوم يزيد العمر بيزيد بشكل عام استخدام الادويه وبيزيد الامراض، فممكن في هاي الحاله يزيد عندنا الدسبيبسيا، بس as dyspepsia alone without any other causes هي بتقل مع العمر، فمعظم الناس بتأثر فيها كثير لحد عمر الخمسين سنة. بس الآن يوم نيجي نحكي عن الكوزز اوف ديسبيبسيا راح نشوف انه في بعض الأمراض وبعض الأدوية
هي بتعمل عندنا ديسليبسيا. وفي بعض الجرياتريك اللي بيكون عندهم بولي فارماسي اصلا بياخذوا بروتون بامب انهبيتورز او اتش 2 انتاجونست عشان تو ريليف يعني بروفلاكتيكلي اجينست الميديكيشن اللي بياخذوها او الديزيز اللي عندهم. تمام. طبعا هي individual risk increases with excess caffeine or خلينا نحكي البفرجز بشكل عام consumption, use of drug that may irritate the stomach such as aspirin, other pain reliever, condition or diseases, emotional problem and anxiety and depression. راح نحكي عنها مرة الله بعد ما نحكي عن signs and symptoms إن شاء الله. تمام. طيب symptom of dyspepsia are due to diseases. هاي بتكون diseases إما في الأبر أو اللور يعني stomach to duodenum range في الجي آي, وهي include زي ما حكينا abdominal pain above the umbilicus, الإريتروستينال بيرنينج يعني بصير المريض بقول لك في عندي فعلا إشي حامي حرقة في المعدة بيرنينج سنسيشن إريتروستينال, بيكون في عندنا ريجيرجيتيشن, في عندنا بلتشنج تجشع, في عندنا أبدومينال ديستنشن فولينج يعني المريض بيشعر إنه في عنده فيلينج أوف فولنس, وبعض الحالات بصير في عندنا نوزيا وفوميتنج, والشبع المبكر اللي بيكون عند المريض. تمام. الآن في بعض المرضى يكون في عندهم أسيديك تيست وفي عندهم الستومك بتكون جرولينج ستومك يعني بصير في صوت للمعدة أو هدير للمعدة. تمام. طيب إذا بنقسم هاي السيمتوم بنقسمها جنرال سبيكينج لثري تايب, ريفلكس تايب اللي هم الريتروستينال بيرنينج أو الريجرجيتيشن اللي هم الجاستروزيفيجر ريفلكس ديزيز بشكل عام اسوشيتد جاستروزيفيجر ريفلكس ديزيز, في عندنا الألسر تايب اللي هو بيكون with ulceration اللي هو epigastric pain on empty stomach relieved by bland food, طعام اللي بيكون بشكل عام الوجوه الخفيفة الانتسيد أو الأسيد suppression drug. فبشكل عام المرضى اللي بيكون عندهم characteristics للبين epigastric pain on empty stomach relieved by يعني مقلل الوجبة هو استخدام الانتسيد بشكل عام أو الأسيد suppression drug زي البروتون بامب inhibitors, هذول بيكون is more with having ulcer type, بينما اللي بيكون في عنده retrosternal burning أو regurgitation characteristics of more of reflux type اللي هم بيكونوا more of gastroesophageal reflux disease. في عنا dysmotility type اللي هذا بيكون postprandial fullness distinction ونوزيا, وفي بعض الحالات بيكون في عندي الشبع السريع للستاتيك بشكل عام. في عنا التايب راح نحكي عنه هسا في الكوزس, في عنا شيء بسموه functional dyspepsia راح نحكي عنه. في شغلة بس هذا عبارة عن assignment راح نزلكوا إياه إن شاء الله اليوم للشعبتين. هذا assignment بس بدي تعمل description للروم criteria of dyspepsia. في عنا روم 1, 2, 3, 4 criteria of dyspepsia. هذول بس إذا if you google it بتطلع معك. يعني ما بتحتاج غير إنك تقريبا تعمل copy بس لهي characteristics بس. فهذا من assignment اللي توقع عليه على مكان إن شاء الله. بس دكتور دي اللي هو شو الروم؟ هذا اسمه روم classification روم 1 3 4 criteria of dyspepsia. تمام. اذا بتحطها على جوجل بتطلع معك على طول. تمام. هي هاي لها علاقه باعراض الدسبسيا بشكل عام, شو الكرايتيريا للتصنيف. هي الفارماسيست بيحتاج يعرف هاي المعلومات بشكل عام, بس زي ما حكينا احنا وي ار نوت دياجنوز ميكر يعني علشان نعرف هل بنقدر نعطي اوفر ذا كاونتر او نعالج من الاوتوسي. تمام. طيب هسه بدنا نجي نحكي عن الديسبيبسيا كلاسيفيكيشن. في عندنا اورجانيك ديسبيبسيا, في عندنا فانكشنال اور نون انسر ديسبيبسيا, دراج ريليتد ديسبيبسيا, واكسترا انتستينال سيستميك ديزيز. في عندنا الاورجانيك از مور اوف السر تايب, الروزيف ايزوفاجايتس, جاستريك ايروجن, اكيوت كرونيك جاسترايتس, السريشن جاستريك السر, ديدينال ألسر, ديدينايتس, وفي الفيري سيفير فورم بيكون في عندنا كانسر ان ذا جي اي كارسينوما اور لينفوما. طبعا الايفيدنس في الاورجانيك ديزيز وان اوبزرف بيكون في الابر جاستروانتستينال اندوسكوبي, او في بعض الحالات اللي لا سمح الله بيكون فيها كانسر يعني بياخذ جاستريك بايوبسي في هاي الحاله. طبعا الباريوم ميل هون هي عباره عن سيريز اوف خلينا نحكي اكس راي بصير في عندنا بشكل عام, هي عباره هذا ديسكريبشن يعني في عمليه الدايجنوسيس. فاحنا بشكل عام الاورجانيك ديسبيبسيا جاستروانتستينال اندوسكوبي بيعملوا, اذا كان في عندنا كانسر ممكن ياخذوا جاستريك بايوبسي. في بعض الحالات اثناء التشخيص بياخذوا اكس راي, ف
فبيستخدموا شيء بسموه الباريوم ميل اللي هي diagnostic test used to detect abnormalities of the esophagus, stomach and small bowel using X-ray, series of X-ray. تمام؟ أنا حاط لكم إياها في النوت هاي المعلومات يعني بس علشان وأنت تقرأ السلايدات تكون موجودة يعني عندك وواضحة إن شاء الله. تمام؟ طبعاً في بعض حالات الأورجانيك ديسبيبسيا بيكون في عندنا alarm signs زي weight loss, bleeding, anemia, loss of appetite أو symptoms occurring at night. هذه إذا حدثت require further investigation لنعرف شو cause of dyspepsia in order to relieve the cause of dyspepsia. يعني مش بس في العادة بعطي treatment symptomatic. تمام؟ في عندنا functional dyspepsia النوع الثاني اللي هي upper abdominal retrosternal pain or discomfort, heart pain, nausea and vomiting or other symptoms considered to be preferable to the proximal gastrointestinal tract, alimentary tract and lasting for more than 4 weeks. Unrelated to exercise and for which no focal lesion or systemic disease can be responsible. عشان يعني نريحكم شو يعني functional أو non-ulcer dyspepsia اللي هي dyspepsia اللي ما بتكون organic مش ulcer related ولا بتكون drug related ولا بتكون extra-intestinal due to the extra-intestinal systemic disease. إحنا هاي we can refer it as functional أو non-ulcer dyspepsia. The patient with an anxiety worry or serious illness cancer can experience adverse event and is likely to suffer from dyspepsia بشكل عام. حكينا احنا الـ anxiety depression بسبب stress hormone ممكن يعمل عنا ممكن يعمل عنا dyspepsia عند المريض. في هالحالة احنا لازم نعالج المريض طبعا اذا كان diagnosis مش يعني جايته اعراض depression او الـ anxiety اذا كان diagnosed to have these both diseases لازم طبعا المريض الاستشاري تبعه بيعطي ادويته فيما يتعلق فيه الانكزايتي الانكزيلايتيك او الانتي ديبريسنت. تمام؟ نيجي نحكي عن النوع الثالث اللي هو دراج ريليتد وهذه اكثر شيء احنا بنعرفه كومون. بشكل عام معظم الادويه كان كوز ديسبيبسيا لكن اكثر شيء عندنا الاسبرين نون ستيرويدال والنون انتي بايوتيك البيسفوسفينيتس الالندرونيت هذول بيعملوا هرمونز لايك استروجين ستيرويد ديجوكسين كان كوز ديسبيبسيا كلوروكوين طبعا له مشاكل كثيره اخفها الديسبيبسيا البوتاسيوم سبليمنت الكالسيوم الايرون هاي الاشياء اللي ممكن ان تعمل غازيس بريشر او ريتيرن اوف غازيس تو ذا ايزوفاجس كان كوز ان ديسبيبسيا. طبعا هون ديتيلد هيستوري اوف دراج انتيك سواء كانت يعني بيهمني انا اعرف انه الدواء الان يا اما بتاخذه او ما اخذه قبل فتره بسيطه اما مش قبل شهر شهرين في هاي العاده ما راح يكون الدواء هو السبب. فديتيلد هيستوري اوف دراج انتيك بريزنت او ريسنت باست should be recorded and rechecked في هاي الحالة. تمام؟ طيب في عنا النوع اللي هو الـ extra intestinal systemic disease. في حدا بيسأل؟ لا أنا كمل دكتور. طيب في عنا النوع الأخير بس عشان المايك يستطيع الصوت. آسف. طيب في عندنا النوع الاخر الكوز الاخير او الكلاسيفيكيشن الاخير للديسبيبسيا اللي هو احنا بنسميه اكسترا انتستينال سيستميك ديزيز زي الديابيتس يعني الديزيزز اللي هي نوت اوريجينيتد دايركتلي فروم الجاسترونتستينال تراكت. الديابيتس ميليتس بشكل عام كان كوز ديسبيبسيا وبتلاحظوا هذول المرضى ممكن يجوا عندك على الصيدلي يقول لك انا بدي بروكاينتيك زي الدواء زي الميتوكلوبرامايد. تمام؟ في بعض الحالات we can refer domperidone as prokinetic بس المين prokinetic اللي هو agent اللي هو الميتوكلوبرامايد فهذول بيكون في عندهم dyspepsia فنحتاج نعطيهم prokinetic agent مع الانتسيد او البي بي ايز بشكل عام. الهايبوثايرويد الاديسون ديسيز وفي عندنا يوريميا هاي كلها example of diseases that can cause ديسبيبسيا. طبعا تعرفوا انه انتم الاديسون ديسيز والديسيز اوف ادرينال جلاند بيكون في عندنا مشكله في الستيرويد هذول المرضى بياخذوا ستيرويد. تمام؟ طيب هاي تقريبا الكلاسيفيكيشن اوف ديسبيبسيا. الكلاسيفيكيشن اوف ديسبيبسيا لانه نجي نحكي عن كوزز اوف ديسبيبسيا اللي هي نفسها بشكل عام وكنا معطي المعلومه بطريقه مختلفه. فالإندايجيشن أو الديسبيبسيا is not caused by excess stomach acid alone. في هون كلمة مش محطوطة alone. Not caused by excess stomach acid alone. تمام؟
هي المين كوز انه as a consequence من هذا الاشي بيصير فينا swallowing للإكس اف اير when eating may increase the symptoms of belching اللي هي حكينا التجشؤ الانتفاخ البروتين which are often associated with indigestion. تمام؟ يعني indigestion of dyspepsia is we can't refer it directly to acid increase يعني is مش دائما بتكون due to ulceration او increase الacidity في الاستومك. تمام؟ بعض ال people have persistent indigestion and that is not related to any of these factors. هذا الاشي اللي حكينا عنه احنا بنسميه functional او non-ulcer dyspepsia. متذكرين في الclassification حكينا عن non-ulcer او functional dyspepsia انه اذا ما كانت organic يعني due to ulceration, اذا ما كانت due to disease into extra-intestinal disease أو drug-related. تمام؟ فإحنا we can refer بهذه الحالة لها as functional non-ulcer dyspepsia. في عندي أمراض كثيرة زي ما حكينا can cause dyspepsia. الـ IBS بشكل عام أو الـ inflammatory bowel diseases with lesser extent زي الـ ulcerative colitis والـ Crohn's disease can cause dyspepsia. الـ pregnancy كمان associated with dyspepsia mainly في الـ في الـ first trimester بيكون كمان عندنا في الـ pregnancy. الميديكيشن حكينا عنها بشكل عام can cause dyspepsia. الآن نركز على الـ lifestyle بشكل عام. Eating too much, eating too fast, eating high fat food, eating during stressful situation, the stressful situation لحالها, drinking beverage بشكل عام الكحول الكافيين, كل هاي الأشياء بتأثر. cigarette smoking, the stress والفتيق. تمام؟ هذا السلايد أنا حاطه له سبب عشان نحكي ننتبه على شغلة إنه هذا الإشي very common. زي ما حكينا quarter of the people 25% من عدد السكان population في معظم مناطق العالم بيعانوا خلال السنة من أعراض الديسبيبسيا. وهي يعني شوفوا العنوان causes of upper GI symptoms and their relative incidence في الكوميونتي فارماسي most likely non-ulcer dyspepsia. يعني بس تشتغلوا إن شاء الله في الكوميونتي فارماسي من أكثر الأشياء المريض اللي بيجي يطلب علاج إلها اللي هي non-ulcer dyspepsia. هذا طبعا هاي causes في الجاستريك اللي هي medicine induced peptic ulcer IBS اللي بتكون less likely أو very unlikely زي الجاستريك إزوفيجيال كانسر لا سمح الله أو الاتيبيكال أنجينا ممكن يشكو من هالأشياء. بس هذا خارج الموضوع اللي نحكي فيه. بشكل عام إحنا بيهمناش كثير دياغنوسز, لكن نعرف إنه إما زي ما حكينا الباريوم ميل اللي هي السيريز أوف إكس راي. في بعض الأحيان إذا كان في عندنا other diseases أو other cause they can do blood test, لكن هم إجمالا خلينا نحكي دياغنوستيك تيست المهم إنه في الجي اي اللي هو الاندوسكوبي يدخلوا الاندوسكوب وبيعملوا يعني بيتفرجوا كتنظير بيشوفوا ايش المشاكل اللي في الجي اي بشكل عام. الان بدنا نحكي عن التريتمنت اوف ديسبيبسيا. في حدا عنده سؤال لحد التريتمنت؟ طيب تمام. هي المحاضرة 40 دقيقة أنا ساعة يعني من 10:30 ل 11:10 تقريبا. طيب الآن نحكي إن شاء الله عن الـ treatment of dyspepsia. في عندنا بشكل عام الـ non-pharmacological treatment راح نحكي عنها اللي هي طبعا بس قبل ما نحكي عنها الـ patient with functional dyspepsia اللي حكينا ركز with functional dyspepsia مش organic مش drug related ما لها علاقة في الديسيز زي الإكسترانتسنال ديسيز. How we refer it as a functional dyspepsia. هذول should be reassured that they don't have serious illness after minimum investigation. نعملهم نحاول نعملهم referred back. يعني المريض اللي بيجي عندك مش قادر تعرف شو أسبابه الأفضل أنك تعمله referred back. حكينا أنه من non-pharmacological drugs الديل alcohol, tobacco, ingestion, smoking, gastritis هذول لازم احنا ننتبه انهم مهمه جدا اثناء التريتمنت. مش نيجي نعطي على طول اتش تو انتاغونست دي دي ايز او الادر تريتمنت اللي راح نحكي عنها الان. دايتيتك انستراكشن سمول فريكوينت ميل ليس ووتر ويز ميل اوميشن اوف الاشياء الحاره كمان ممكن تساعد. افويد الفود ذات كونتين هاي اماونت اوف اسيد زي السيترس فود الحمضيات او التوميتوز بشكل عام.
eat slowly, reduce or avoid food and beverage that contain caffeine زي ما حكينا فوق. الآن في نقطة مهمة, don't exercise with full stomach. بشكل عام الاكسرسايزز احنا نفضل تكون للوجبة العادية, إذا ما أخذ وجبة عادية مش heavy meal بعد ساعة على الأقل طبعا أو قبل الأكل. يعني بتعمل الرياضة قبل ما تكون المعدة عندك مليانة, لأنه هيك راح يصير في عندنا أعراض الديسبيبسيا بشكل عام. لكن إجمالا إذا ما أخذ good amount of meal at least 2 hours, في بعض الأحيان بنفضل 4 ساعات كمان أنك تعمل الرياضة علشان ما يصير في عندنا أعراض للديسبيبسيا بشكل عام. طبعا إذا كان الستريس هو التريجر, you have to remove the stress. هذا الستريس ممكن يكون anxiety, ممكن يكون أمراض زي depression, فهي الحالة لازم تتعالج بانكزيلايتك أو انتيديبريسن. طبعا هذه بيكون بريسكرايب ميديسن وتعطى من قبل الطبيب بشكل عام. حكينا السموكينج, كويت سموكينج لأنه كان irritated lining of the stomach. don't lie down right after eating. طبعا wait at least 3 hours after your last meal of the day before going to bed. sleep with head elevated above your feet and use pillows to prop yourself. ففي هالحالة الغازز أو digestive juices بدل ما ترجع للإزوفيغاس تنزل للإنتستن. فهالأشياء ممكن تساعد المريض. كل هذا non pharmacological. يوم نيجي نحكي عن pharmacological ونحكي بشكل عام عن اليونج بيشنت الأقل من 40 سنة أو الأقل من 50 سنة اللي بيكون عندهم أكثر أعراض ديسبيبسيا زي ما حكينا, هذول اللي ما عندهم alarm symptoms may be treated empirically with H2 antagonist or proton pump inhibitors with or without البروكاينتكس والأدوية اللي راح نحكي عنها. هذول for 2 to 4 weeks generally ممكن نعطيهم التريتمنت. إذا ما استجابوا في هالحالة you have to refer back للطبيب. بنيجي نحكي عن أول جزء من هاي الأدوية اللي هي البروتون بامب انهيبيتورز بأنواعهم, هم very effective في حالات الديسبيبسيا. طبعا ننتبه إحنا إنه هون يوم نعطي البروتون بامب انهيبيتور أو البروتون أنتاغونيست بشكل عام نتأكد إنه إذا المريض بدك تحوله للطبيب أو بده يعمل اندوسكوبي لازم نفلغ الطبيب إنه هذا المريض بيأخذ بروتون بامب انهيبيتور أو البروتون أنتاغونيست عشان ما يصير في عنا ماسكينج للدياجنوستيك تكنيك. وكمان نتأكد إنه المريض يوم نعطيها الأدوية هل هو عنده higher risk of having H pylori أو لا, فممكن نطلب تست هاي لليوريبيث أو سول أنتيجين. and في هالحالة if they do require antibiotic نعطيهم antibiotic. البروكاينتك بشكل عام هي preferred لdysmotility type of dyspepsia. متذكرين حكينا فيها إنه reflux type of dyspepsia تكون gastroesophageal reflux disease أكثرها, وبكون فيها إنها من إحدى التايبس يكون ألسر due to ulceration. وفي عنا حكينا اللي هو الديسموتيليتي تايب, وهذولا البروكاينتك work effectively على هاي الأدوية. طبعا البروكاينتك ايجنت بشكل عام هم أنواع متعددة, أنا حطيت لكم أنواعهم في النوتس لكن أنا بهمني أكثر إشي منهم زي بيثانوكول زي سيسابرايد الميتوكلوبرامايد. أنا بهمني في الديسبيبسيا الميتوكلوبرامايد أكثر إشي تمام, بس علشان تعرف شو يعني بروكاينتك ايجنت حطيت لكم اياها في النوتس موجوده تمام, اقراوا يعني عشان تقراونها وتستزيدوا ان شاء الله. الانتي ديبريسنت اللي هي او الانكزيلايتك ايجنت زي ما حكينا هذول كومبايننج تريتمنت نعطيهم از بريسكرايب ميديسن, طبيب يصرفهم للمريض. تراي تو اليفيت ذا كوز اوف ديسبيبسيا اف انكزايتي ديبريشن ستريس از ذا كوز. بشكل عام الانتيبيوتيك احنا بنعطيها في حال انه اللي هي البكتيريا السبب او لا. طيب الان في عنا other alternative او احنا بنسميها الكومبليمنتري تريتمنت او الكومبليمنتري ميديسن, وهاي الميديسن بشكل عام اللي بنحكي عن الهيربال ثيرابي زي النعناع والكراويه البيبرمنت او الكراويه افكتيف. السايكولوجيكال تريتمنت خاصة في حالات الستريس is very effective technique زي behavior modification relaxation technique أو cognitive behavior therapy. في بعض الناس بيستخدموا Chinese acupuncture اللي هو أو acupuncture بشكل عام, بس هم أكثرهم Chinese بيعملوا acupuncture which may work by blocking pathway of nerves, فهي نوع من relaxation technique. تمام. طيب في عنا شغلة بس حابين نحكيها, إنه when should I call the doctor or refer back المريض اللي بيعاني من
الاندايجشن او الديسلوكسيا زي ما حكينا، اذا كان في عنده الارم صار ساينز اند سيمتوم زي الفوميتنج بشكل عام، ويد اور اوت بلاد، ويت لوس، لوس اوف ابيتايت، لاكتاريس تول، يعني في بلاد سيفير بين اوف ان ذا ابدومن، وهذا البين يعني خلينا نحكي مش كاركترستكس وعنده اياه سيفير، فلفظ انه ريفير باك للطبيب عشان يعمل اندوسكوبي او اذر investigation. discomfort unrelated to eating، هاي نقطة مهمة، إذا كان المريض عنده dyspepsia not characteristics أو not related to eating لازم نعرف شو ال condition في هاي الحالة وشو السبب. نقطة مهمة مذكرين يوم حكينا عن ال chest pain في بداية المحاضرة إنه symptom similar to dyspepsia and digestion may be caused by heart attack، فهون لازم نكون be careful، يعني يوم يجي يحكي لك والله انا عندي chest pain لازم تاكد انه it's not of an cardiac origin. احنا بنعرف انه الكارديك اوريجين كلاسيكال للبين تبعه بيكون واضح في هاي الحاله، if you يعني نسبه 1% شكيت انه cardiac refer back للطبيب، خليه يعمل له further investigation، لانه لا سمح الله في بعض الحالات بتكون السيمتوم يعني هو عنده chest pain فقط وبيكون ان كلاسيكال، بكون الام اي او الانستابل انجينا از جوينج اون، فعلى قد ما بتلحق المريض قبل على قد ما بتكون التريتمنت افكتيف اكثر واسهل ان شاء الله. لكن اجمالا زي ما حكينا السيفير تشست بين مش اعراضه ريليتد للديسبيبسي او الفود، ريفير باك للطبيب. تمام، طيب هذا الجدول اقراوه، يعني هو نفس الاشي اللي حكيناه. في عندي هذا تلخيص انه شو الفاكت اباوت ديسبيبسيا، نحكي فيه عنها عن ايش التعريف ديسبيبسيا وايش الساينز والسيمتومز وايش اللي هي خلينا حكينا الورسنينج او اجريفيتنج ريسك فاكتور، شو الدياجنوستيك تكنيك اللي هو الاندوسكوبي المستخدم ودوات التشويسز قديش بتكون مهمه والتريتمنت. الان هذا انا اخر سلايد حكيته او حطيته ومتعمد احطه اخر سلايد، في معظم المعلومات اللي حكيناها وفي سبيسيفيك كويشن تو اكت اباوت تو اسك اباوت ذا بيشنت اباوت ديسبيبسيا، لكن هون يو هاف تو بي كيرفول انك ما يعني تستخدمها لأغراض التشخيص، هي لأغراض الانتربريتيشن فقط. اقرأوا لحالكم بس، يعني زي ما حكيت اقرأوا for your own information. أنا إن شاء الله الآن خلصت المحاضرة، في حدا عنده أي استفسار؟